إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشرك وحكى بلامي كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشدة بقول إيلح تدريب ثالث ليلسك صدحات أجب كالجواب عن الأسئلة التالية سؤالها صوص صعودة باختصار سكوبا وكالجواب واحد لما يجب ما هي واجب كل نقطي توجيه الطفل إن لا تلمامه أو لقوها المهير لقراءة المجلات إنه ترايتك أخريه أو أنه صامرني يعني سقرا هذا اللي وجه عليه سيئة أي هيد اثنين لما يجب محي واجب وطهي عدم تكليف الطفل المهير إن أنا لقو درقين وأنا لقو عليه سنين بقراءة كتب إنه أخرية كتب فوق مستواه هير كمال انتا أما مركا ومريو كسر رأي إن أنا لقو درقين وعقل يسو أنا قادي كرينين يعني مال البو مركي بكوري ديار قراءة وكنا عياه وهو حسين أيه أو فهم أيه أو تعلي سنة غير هذا تعلي سيا أيا لغلط للرجال وآخره ثلاثة لما ينبغي ما هي أها بانتهي أي هو ناقصنتهي توجيه الطفل المها إن لغو هجو أو لغو هجاتي أو لغو لات المامو ليقرأ سوى آخره لأرخيه الأصغر ولا الكي سير يعني المهر هون إنه خير لآخر عروت يجاي سفكرته أو شعله وحسله فهمه علي وده إسكله وارس سوه الشدان ده بدنا هنا يجو سل آخر يعني واحد بضم بي وكده هنا يا خير كوي أربعة متان نس محو قارم إنه قرآن هنا للطفل المهير بقراءة القصص إنه آخر شيء كوينك المخيفة عبسدة جيلني كشيء كان سواح عبسلة أما الماء عبسي قليا إلا أقفك لقرتوها يعني خيالي أيوه حقائقها يعني إلا قشي كي يماها أو واحد يكون ريبي سارهاد وحلقة يا باوح اللي قشي كي نكون رياضه نحن نايكو أبورتو وحلو قشي كي نكرا مركو كلقران كرو وحي خيالي أيوه حقيقة خمسة ما الوقت المناسب وما هي وقت يكوها بون ليمارس الطفل إلو المها يري يعني سمعيه أو قبطة قراءة آخرسك قربة كوهبون وها وقتها هذه شهر كوه رواه كوه عشرة دلقيت دقي سنة يهرمتي مسموعة هاي بعد الاستماع اللقيت شوابي قربة كوهبون هذه شهر مركو يلموه آخرس جيسو وحق بلا ماسف في عمل كل احتري هاي أيوه حقري كرا سفع عن أخري كرا يسوق أو أي نصوم مرنا إيران مركو سنة بقى عنده ما يسن إن وحياه بدن دريم أيوه أمارته وحياه بدن أو أركه أو صورته أي كم يدين ودريم كره أو لغو صوت إلا يرانته سنة دي وحي كتن بيا هذانا يعني اللي حشرك أي قراءة يسوع وقتك أي سان وبلاب مكرتا أي وهبون أي تاي لماذا نحث الطفل محين وقدير يقلين إنه المهير على قراءة القصص إنه آخر شيء كوين كالإسلامية دين الإسلام كله حديثة كتر بين لغن كي إسلام كي أقوان الإسلام دوائل تأثير قاتو إيراد كرهبة تربية إسلامية سبع من الأشياء التي أبعدت الشباب ما الأشياء وحيارها التي وحيارها هي أرمها أبعدت كفوغيسي الشباب ددك دائر عن القراءة وحقريان وعن قوز أمر وحكم إذا كمبيوتر هذا كمدا تي في جا كمدا وحنا لا وبسيط هذا كمدا إنترنت كجودة هان يوحى الله يستعمله وحياه بها قراءة يريبي كمديهين
إنك استوى مرنا يعني وحلاقة آخر يكرر إنك آخر استونية إنك وحكة لا أودي إستدانا آخر سكوال اللي قف أيدي سنكر الجارهان إنترنت إيه مارته وحياة الله متكا وأنا كك حين كران حضو قف وح عن معنا الهين وأدي إستدو ما أهم مزايا القراءة وما هي آخر سك وحياة الله قيمة حبضنا أجار كآخر سك محاك كمذا كل كلا اللي جيستو وحرارو وحلاقة شوابية مركل اللي جيست عشرة دسيو كشوابي سويا الراعي تدريب رابع لخص صاكب مستمعت إليه وحاء دقيستي إلى فهم المسموع وها تدريب كني صاكب التعبير الشفهي والكتابي إما كان وها الأبور يهندسه يعرس أه مد الشفهية وعاد كذا جواب سأفكا يمد لقرة يلا وضع كشفهي جاء وسؤال الطوسة وأنت لو جودي أفكا كذا جواب سو كوا كنا وحوي مدى قريسه أولا التعبير الشفهي وهو رأي تعبيرك أما عرسك أه مدى أفكار لكي جوابيه وده هذا الباقص ما اسمه يمركا تدريب واحد ليلسك كوباد تبادل الأسئلة والأجوبة اسوي دارسدا سؤال إيه جواب وويدين يور علينا مع زميلك أدي صاحبك نشاط ثنائي وشغال بقي سودلاء ولا وقف أي قبانيان كنوض الشيكيسانيان واحد متى تعلمت القراءة سؤال شهر وحوي قار ماد أخرس كبرت إن هذا حقه اثنين كم ساعة تقرأ في اليوم إمس ساعة ضد بعض ما أنت وح أخردا ثلاثة هل تقرأ الصحف ما أخردا جرائدك والمجلات يجرائدك ويجي مر صباحا أما بشي مر صباحا كان صحفت أنت بدن وكم مال والبي يوم يجي صباحا أو الكتب كتب ما أخردا ولماذا محاض وخريسة أربعة لماذا تقرأ محاض أصل بوح أخردا كوهر ولماذا محايهيد محاض شرائط كي مجلات كو أخريسة يكتبتها إما كان قودهان لماذا تقرأ محاض أصل بوح أخردا خمسة ما الكتب التي تقرأها ومحاي كتبتها أخردا ونوعه أربعة ستة ما اللقات التي تقرأ بها ومحاي لقاتها أضوح كو أخردا ما عربات كو أخردا ما إنجليش با ما صومالي با يعني لقاتها أضوح كو أخردا تدريب تاري لا يرزك اللبات هل توافق مرة عصنتهاي وعرنتان ما أقوشهاي أو لا توافق مسمو أقوليت ولماذا هذا أقوشهاي محادكو أقوشهاي هذا ديدنتي محادكو ديدي نشاط ثنائي وحوية شقو لبقية سود أو لبقف أي إسوي دار سنيان واحد يجب وحواجبة أن تكون إني أصق ناطو إني تشرتو لكل إنسان قفو لبينو ليهي مكتبة ميل خطبتو أطالو رقت كتبتا وخاصة أقارة وفي بيتي يقولي سكتا لو واجب يعني قف كستا واجب كاسي يعني والله غم مارمان هي اللغة كذا ما هو واجب في فرلك هذا مارك إمك واجبات كانوا كونوا كله كل فرلك ها مارت قف قدوك تجو كتب بابي لو ما تشيدي يعني والله غم مارمان إنه قف ك يعني مسلم كاهي يجود هم ببناء آدم كو سوى قنديس أول السوء إنه لهذا رقت كتبتا علمك أو كذا دانسنايو اثنين تنتشر ويبا هذي واحد كوبا هذي او اي اد وفد كوبا لارتي الامية اقوان لانتو قفك اخرس اي قرال من دبا انو قرني في معظم الدول انت بدن دولة لها اي امضها الاسلامية اسلامي واحد اد وقوبا امية او اخرس لان اي قرال لان دبا وحنا اخري وحنا قرين با كوبا يعني واحد اد وقوش هين واطرع عصانتا واحد اد وقولين مجران با لدهي لبضنا الرباط بوا واحد ترى يجو ثلاثة مشاهدة التلفاز إن لا تعوضه تي فيجو أفضل من القراءة آخر سياق كونا عسين تامر عسنين أو آخر سكو واحد قيمة بضن مجران أو واحد علم قال قط حسيليو يا قانط قال قط سويا ثلاثة أربعة يجب واحد واجب يعني واحد لقى مارمانا أن يقرأ إنه حقريه الإنسان وقفكو من المهدي مركو حول ككشرو أما دربت سارية قيد كمرك لوجسده إلى اللحظة يعني مركا إيه الكلام ده جيو يعني أنت نلشي ساء إنه قف وحفاي ديستو أو حبرته ودقنا أنا الحين ويران تقولي بكبل أبغى هذا وسوره ده واجب يعني واجب حلو وجه ده وأرهن لقى مارمان ومهمة وأنا سيتهاي خمسة يوم هرسو وها أي قبطان المسلمون والمسلمين تو أقراءة أخرس كي قبس وأخرس بديهن وها السمايان وأي يعني قبطان أخرس أكثر كبدا من غيرهم ضد كلي كما بدنا إما واحد مودة ومضاع كلا إني كأخرس بدينهين ومضاع السلام كمان
akhriska guud uma laga hadlayo ee baxtiga iyo wax soo saarka iyo akhriska waxan maanta aad aragtay ee tajriibiga ee la sameeyay ee la akhriyo ee technology lagu soo saaro waa akhris waa laga badan yahay dadka muslimiinta maanta marka ay eegto sida maartay wuxuu socdaan sita al jahlu aqoon la'aantu sababu takhallufi waa waxa keenay dib u dhac ku yimid fi kathiirin in fara badan oo ka mid ah dowladaha iyo maamulada al-islaamiyata islaamiga dib u dhaca waxa ugu wacan ee gaar ahaan ay ka dib u dhacaan xagga maamulka iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga tiknoolojiga wax soo saarka waxa ugu wacan aqoon la'aan taasina way jirtaa oo cilmigan casriga ah ee dunidu maanta ay ku tartamayso ayaa lagaga horumaray tadriib taalid waa layska saddexaad qum samee qum u sare kaca waa maxay macnaheedu qum isu taag haddii laydhaha luqada asalkeeda loos raaco waa qum qabo waxaad ku kacdaa maxay waxaasu hebel ku kacayso ma maqashid oo looga jeedo uu faldembiyeed buu ku kacay wuu kacay maha macnaheedu wuu sameeyey weeyaan waa saasoo kale qum waxaad qabataa samaysaa maca fariiqin adigoo koox aad adeeg kaashanaya ood wada samaynaysaan adiyo koox mise malaa'ika saaxiibadaada ka mid a waxaad qabataan bilmuqaaranati inaad isbarbar dhigtaan oo aad eegtaan say u kala wanaagsan yihiin bayna maa yili waxaan soo socda waa nashaadul fariiq shaqadan koox baa wada qabanaysa maxaa soo socda waaxid alif baytun bihi maktabatun guri maktabad iyo kutub iyo rugta cilmigu ay taalo baytun laa maktabata fiihi iyo guri aanay oolin rugta kutubtuba aanay kaba samaysanayn oo meel kutub la dhigaba aan lahayn oon kitaabo oolin se u kale waasi waad artaa guriga kutubtu taalla wanaagsan itniin alif su-aasha labaad qaybteeda alifka waxa weeye baladin takturu fihi maktabaat waddan guud ahaan maktabaduhu ku badan yihiin rugta kutubtaa ku badan meesha wax laga akhristo intaasoo maktabadood intaasoo haddii aladma guri oo guriga kutubta ah ayaa yaalla rugtii kutubta aada ugu badan meel walba waad keenaysa oo markaad doonto waad gelaysaa markaad doonto waad akhrisanaysaa baladin waddan taqilu fihi ay ku yar tahay almaktabaatu rugta kutubaha la dhigaa ee laga cilmiga laga baadha ay ku yar tahay way kala horumarayaan waanay kala aqoon badnaanayaan meesha kutubta badan ayaa aqoontu taalla talaata waa su-aasha saddexaad qaybta alif ummatun taqra ummatun taqra ummad wax akrida gebigeedu akhrisku ku badan yahay oo aqoonyahanku aada ugu badan yahay ba ummatun laa taqra ummad aan wax akriyin oo jahligu ku badan yahay halakeeyey dee waad aragtaa say u kala fiican yihiin ummadda aqoonta leh ayaa sarraysa haaniyan qaybta labaad waxa weeye atacbiiru lkitaabiyu waa curis iyo hal abuur qoraal ah oo la qoreeyo tadriib waaxid laydiska koowaad uktub ku qor fii daftarika buuggaaga mawduucan arrin ku qor arrin aad ka hadlayso oo bicinwaan halku dhegeeda u horeeya yahay ihtimaamu lmuslimiin yacni danaynta iyo dadaalka iyo xiliska saarka muslimiintu ay xiliska saarayaan bilqiraa'ati akhriska bayna almaadi kolka la eego waqtigii hore eyna dhaafay iyo waqtiyadii hore say muslimiintu wuxuu akhriyi jireen iyo walxaadir waqtigan maanta taagan say waxuu akhriyaan oo marka la eego waqtigii hore inta kitaab ay xafideen muslimiintu iyo say waxu xafidayeen iyo inta kitaab qoreen iyo haddii aan laydmo dadaalkay geliyeen iyo cimrigooda siday kutubta iyo akhriska u akhriyayeen iyo sa maanta labadaa bal isbarba dhig buu leeyahay waxaad ku qortaa ood qoraale fii maa laa yaqilu hadal aan ka yarayn can mi'atay kelimatin laba boqol oo erayuu ka yaraanin qoraalkaagaas mustaciinan waxaad kaashataa oo aad ka tixraacdaa bilcanaawiin halku dhegyadan ataaliyati soo socota faalle ee canaawiintii buu ku qorayaa dabeedna faallun baad ka qoraysaa adigu ciwaanada waa maxay ka u horeeya dacwati lqur'aan waxaad wax ka sheegtaa baaqa qur'aanku uu ku baaqay dadka ugu yeedhay iyo wasunati xadiidka nebiguba lilqiraa'atin wax la akhriya iyo qiimaha ay leedahay marka hore horta halkaa ka raac laba fawaa'id alqiraa'a haddana waxaad ka hadashaa faa'iidooyinka iyo waxtarka ballaadhan ee akhriska ku jira talaata waxaad ka hadashaa ihtimaami lmuslimiin alawaa'il siday ugu dadaali jireen dadkii muslimiinta ee hore bilqiraa'ati akhriska arbaca waxaad haddana wax ka qortaa dawri alqiraa'ati kaalinta ay ku leedahay akhrisku fi qiyaami alxadaara yacni istaagiddii ay istaagtay ilbaxnimadii alislaamiyati islaamku lahaa ee aqoonta iyo maamulka iyo dhaqaalaha iyo dhismaha ummadeed iyo technolojigii filmaadii berigii hore ee muslimiintu ay gaadheen kaalinta ay ka qaadatay akhrisku ilaa akhriska waxaa o dhan lagu sameeyaay
خمسة حضنا واحد وحكات له هذا أسباب التخلف المسلمين صوابها كيري إن دب إنه دبودع كوي ما دو تدك مسلمين تأه حاجة تينولة تيجا هي علمك عصري جاه إنه كذي ما دو في العصور الأخيرة حلية دي دمبي في العصور حلية دي الأخيرة دي دمبي إيه لطافي ستة وسائل التشجيع أبناء المسلمين واحد كهذا شهادنا ودوينك لو مري كرو يا هببك لو أديك سن كرو إن دتك دا دير يا مسلمين تا لو دير جليو أول شعليسيو على يوم ما أنت على القراءة أخرسك سين وش على سين كرنا دتك إن دا دير إن أخرسك شعلانا وحقريان ويكبحان بالوذهن هلكي إسامي إيو عمل أنتن يتهريب كان يعقل جند عيفي إن كبحان وأخرس كأوتشيستان وعلم وقت جليان قف علم وقت جليا ما بهلا وقتي وعياره ما هلا وقتي ومارسته ودن كيس أنا كمد الحيس كره هذو أقون كويسته وأقون ترى النبيه سينوش على سين كرنا ثانة بالك هذا وها كلوت هذا إيشا إنشاء المكتبات إن لا بيسو ركتا كتبها لا ديجو ركها كتبها لا ديجو على عامتي يدك كورد ما وحكا أخرستان ايه مارتي تتك اوضا فرن يوال خاصة تتكارك ايه نولي بيسو قارو اوصا ما يسان ايو ان لابدو بواحي كسو كرين ايه ودنك وعلم كوكو قول ايه وددك قلي ايه مكتبات عشا دي لقفا ايديستو وبلشد بس ايو ايه كاباب لقيا ومطا اوضا حايا نولي بي قلي ايو يكا نولي بي قارو مارتي او اخر سان ايو مكتبات دي سكارك دالك ايه انفعيسا قف اقول لها دو صباح ومطو انفعيا معلم بون نقنية هل أبور بون نقنية هجام بون نقنية ده قال وده كسو قلنية ومدي با كفاية سقف كلية وقيمة ومن دقون كرية با تشيري كرية وعقلو ده هدنا كهذا شهرست الجوائز إن لو كيديو شائي سيدو إيا أبال قديو أبال مرين كالدوان للكتاب كتابك يعني عندي كتاب قرطة يوال قراءة أخرسك عند انت هسو كتاب أخرده والله قطر سمية قفك انت أخرية جوائز تلصيني أو قيمة ما هي جوائز يرو تعيف معها جوائز نك يعني كتاب قرق قيمة إن نرشة وحكف فيلم بلصيني وعلى قطر تم يبرك كتبت وعلى لي يعني نك كتاب قرق قيمة أو مدة إنه كن كرر حل وعلى قصي سنة يا بقولال كم بالغ قصي سنة دولار نرشة سؤالنا ولا دبري يجيبه دبا تذكر قوان ترى صباح يا مرك علمي قدون كوالي يمشي ده مستحضرنا والله الدرغية oo waxa la galiya godol saaso cilmi ku soo baxaya aqoonto lagu karaamayo dad kale yaani qofku haduu soo saaro cilmi umad aan facayo inaan noloshiisa u baahan wax dambe ayaa laga shaqeeyaa dabeedna ninkaasi ninkastu oo maskax loo aqoon horta aqoonta loo dareeriya magataa la ila loo waxba lagu helaya ninkastu aqoon leh wuxuu sameynaya inuu hal abuur keeno dadna horumar baa imanaya tadrib tani layliska labaad uktub waxaad qortaa mowduucan arin ku qor في دفترك بوغاغا كوكور بعنوان هل كدغي سو ارينكا waxa weeye laga hadlayo adiflu wal qiraa ilma hayr iyo akhriska iyo waxa ka dhaxay qiimo iyo sida akhris loo bari laha fiima la yaqillu waxaad ka qortaa hadal aan ka yareyn iyo eray aan ka yareyn aan 200 kalimati 200 oo eray uu ka yaraan hadalkaad quraysa baada qiraatika laakin waxaad akhriyaysaa waxaad quraysa mowduuca imka aan sheegineed adigu urinayso بعد قراءة موضوع على الأطفال والقراءة قرأت كل قراءة أخرى موضوع كتاب كن كوي لا إلا إلى هذا الطفل والقراءة المها ير إيه أخرسك صفحة وح كوي لا 97 و98 حاشدة تضبيه سياسن يتستدي سياسن بكوي على موضوع سي كتاب كينن يعني صامرني وموضوع وح كذا طلع على خلاص كلحد يلسا الله أخرى ده كيف يحب أطفالنا سوو جعلان كران أبدكين عرورتين دادا يري عرورتين القراءة أخرى سوو جعلان كران تان أخرى كنت على صفحة 395 حاشدة صدح بقولي شن يستغاشن و 396 حاشدة صدح بقولي لحي استغاشن لبدا سيكويا لما قال لبدا أفرتا حاشدة أخرى أدمع النهر روح أضغو عنوان كقر صون كوب تبين نوحة قرطة الدفل والقراءة هذه كوكارة هل أبور قال لي هذا أضو إلا نقفنا علمك إسو كل دي معوريو مركو أقوان تطلوحو ديكتو أيو كده ليا مرو تبين مرو كسمي بالي قولي مركا استعين ولي بكاشة بالي والو سيت المامية بلاسلة التالية سؤالها نصو صعودة أضغو كاشو وحدو كاشة نسا سؤالها نكتشوام تبين علمي بقى صوبحية
marka su'aalahan ka jawaabto ee tugeysay jawaabtaadu su'aalo ka dhaxmaqayeen mowduuc macnaheeda ku soo baxay su'aalahaas waa maxay mal waqtu munaasib waa maxay waqtiga ku haboon li tacliim atifli alqiraa in ilmaha yar la baro akhriska waqtiga ay ku haboontahay loo bilaabaya waa goorma ma marku saa u soo dhaca ma inta waa hadmade markuu imisa marayo ayaa in akhriska loo bilaabo ay haboontahay taas horta ka jawaabaysa dabeedna kulka taa kaga jawaabto jumladu hadal baa soo baxaya maxaa ku xiga mal wasaail almunaasibatu waa maxay dariiqyada ugu haboon ama wadooyinka iyo hababka ugu wanaagsan li tacliimi tifli ee loo bari karo ilmaha yar alqiraata inuu akhriyo taana dabeedna qoraal ka samee dabeedna tii hore ku daba xidhiidi oo waxaad ka dhigtaa qaybta labaad waxaa kusii xiga maa dawrulbeyti waa maxay guriga ilmaha yare ka dhashay iyo waalidkiisa iyo walaalihiisa cidda ku xeerani kaalinta ay ka qaadan karayaan fi tacliimi tifli ilmaha yar inay baraan alqiraata haddana dawrkooda ka aabaha iyo ka hooyada iyo ka ciddii kale ee la joogtaba haddana ka hadal dabeedna macnaha kalaa kuusoo baxayo ziyaada mal maraaxilu waa maxay heerarka iyo darajooyinka iyo maaragtay qaybaha alatii qaybaha iyo maru uu maro bihaa qaybaha diflu ilmaha yari qaybaha uu maro ka sheekee goorma fii camaliyati alqiraa marka la qabanayo hawsha akhriska iyo shaqada akhriska iyo baridiisa iyo barashadiisa maraaxil baynu soo marnay iyo la socda da'da oo ilmaha yari maraye kuwiina wax ka soo qaaday waad ilaan akhriyaysa waad ilaan soo sheegnay dabeedna kuwaana dhuux dabeedna macnaa kuu samaysmaye oo macnihii hore kugu sii darsamaya maa dawru lmadrasati waa maxay kaalinta ay leedahay ee ay buuxinayso iskuulka iyo madrasadu fii tacliimi tifli baritaanka ilmaha yar ay barasa iyaduna qaybteeda alqiraata akhriska ilmaha yar madrasaduna qayb laxaadley ku leeday gurigana qayb baa laga doonayaa ilmaha qayb baa laga doonayaa wixii baa isu wada imanaya ilmo aqoon leh oo wax akhriyaya wax qoraya soo baxaya markaa malmawaadu waa maxay maadooyinka iyo qaybaha cilmiga ah alati yaqra uhaa atifli ilmaha yar uu akhriyayo kuwaana wax ka qor ee ilmaha yar marka hore uu akhriyaya sida qisaska yaree yacni gaagaaban ee kuwa islaamiga iyo kuwa yacni xiisaha leh ee ilmaha yar akhriska jeclaysiinaya kuwa dhinacna ka tarbeynaya qaybahaasi lagu bilaabo marka hore akhriska horta lagu baro imika cilmigii weynaa looma daadegin inuu ilmuhu wax akhriyi karo waxna qori karo ayaa qaabkii loo beriyay baa laga soo sheekeeyey lagana qorayaa mawduucan mataa hadmu yumaarisu qabanaya aldiflu ilmaha yari algaraata goormu akhriska bilaabaya daadu ku bilaabayo iyadana waad sheegaysa uu akhris toosu ku bilaabayo malkhatawaatu waa maxay tallaabooyinka alatii tallaabooyinka tatbacuha ay raacayso tattabicuha ay raacayso alumu hooyadu tallaabooyinka ay raacayso ee la doonaya inay samayso maxaa ka mid a cinda tacliimi diflihaa markay baraysay ilmaheega ilmaha dhashay ay dhashay alqiraata akhriska waxaa ka mid ahaa marka u horeysa in waxaynu nidhi ilmuhu kitaabka wuu soo jiitaa waa afku geliyaa wuu jarjaraa marka in loo daadiyo jaraa'idka marka waqti hore oo kale ah oo qaabaha sawiradu ay ka mid yihiin si uu ilmaha yar ugu ciyaaro inuu ciyaaruu jarjaraa la baraya marka hore waa loo baraya uu kusoo dhawaanaya kitaabka marka dambe sawiro uu daawadaa sawirada uu daawanay hooyadu waa inay u rogrogto iyo waxaa iyo akhriskii xaashiyaha kolba ay xaashi tusto si uu intu wax kale ku mashquuli ahaa kutubtaa ugu mashquulo dabeedna sidaasun baa loogu soo wadayaa marbuu sidaa qalinka ugu xariiqaya macaad qalinkaa loo dhibaya xaashi sidaa ha ugu xariiqo oo maaragtay ha ugu ciyaaro intuu wax kale ku ciyaari lahaa ciyaartan gacanta indhaha u xani sawirkaa uu qaadanayaa waa wax ilmaha ku maqan oo cilmiya baa lagu leeyahay oo meeshan ku xidhaya halka innagu aynu ka ilaalino kada waxaana taabanin aynu leenahay lama idhaahee waa lagu sii deynaya baa lagu leeyahy alqaacida imikan waxaan gelaynaa xaggii qaacidada ayaan wax ka qaadanaynaa alafcaalu ficilada allatii ficilada tansibu kor dhowda mafcuuleyn lama mafcuul oo laysa asluhumaa asalkoodii hore aanu ahayn almubtada walkhabaru aanu mubtadiya khabar ahayn u fiirso waxaanu soo marnay afcaashaanuna waa nawaasikhda qaybaha kala duwan ahaa kaani walaalheed ka mid ahaa dannii walaalheed ay ka mid ahaayeen oo iyagu mubtada iyo khabarka intay galaan xukunkiisa wax ka bedela oo qaarna ay ka dhigaan mubtadahana marfuuc khabarkana mansuub qaarna laba mafcuulo mansuubaba ay ka dhigaan sida dannii walaalheed imanka waxaanu qaadanaynaa afcaal kale oo laba mafcuul kor dhowda oo labada mafcuul asalkoodu mubtada iyo khabar aanay ahayn oo aanay noqonba karinba haddaad dad ka dhaystaa ma noqonayaan wuxuu yihi alafcaalu ficilada
التي فعلها تنصب كرنبا مفعول لا مفعول وليس أنه أحين أصلهما إهدهو دي إسركو دي هوري أنك سوى تشيدين المبتدا والخبر ما أحين والله اسمه عادي بهاين الأمثلة صالية الأدرس برو واللاحظ فرصو واحد وحكم إننا أعطينا كالكوثر با إلهيدي وحن حسين النبي محمد كوثر وبيق الله إلى أمد وأمته محمد إلهي كورا بنيو مركا إلهي كوة كعباه نقدقو إيه أعطيناك أعطى وحقا طلب مفعول ونسل كود متدي خبرهين مدوا كاف كاهولي مدنوا الكوثر ومفعول كالباد هذا المتدي خبر كتير هذا معنه ذو ما صحميه معناها أيان صح نقولين هذا واحد في رسالة هالكن وكله اثنين أعضو سيا الأجير قفك شقارها أجره أبا الكيس سيا هي مش خايته قفك شقية قبل أن يجف انتانو انجين عرقه لديد كيسو هذا تهم أعضو ويدت صار لبعضونا وأعطاؤن الأجير ومفعول كهره أجره ومفعول كلبعض هذا تهم تدي خبر سكرني من سمعنا قنيان هذا الأجير أجره أضعت العضو نكا شقالي وأبا الكيسة نكا شقالي ده مشار معها أجر هو مشار كوغادين مالنتها معنى اسمه قبانين نكا شقالي هو أضعت العضو مشهر صح معها معنى هان متدي خبر اسمه نغنيان مركا متدي خبر اسمه يهان أسل كود وعقلو كميدا ثلاثة فكسونا وحن هو الني العظام اللفها القفك المحل أبوري لحما هلبان هو الني أولا فيها أنه كقر نبا إلهي ومراحل كي waxa urjiifka ahi ee nooli u maray marka hilibaan la fihiisa rabay ilaahay oo ku dadnay oo ku dahaadnay al-idaamu waa mafcuulki hore lahmana waa kalabaad ka saa ficilka la ilaahada laba mafcuul buu qaata labada mafcuul asal kood mubtadi khawr ma yahayn waxa kamid arbaa ka sawtul faqira thawban ki baahna ee aradna waxan hubiyeen u gooyay maro marka eeg ka saa waa isagii uun وفعل كساء الفقير ومفعول كورا ثوبا ومفعول كلابات مبتدي خبر اسمعين هذا تام مبتدي خبر اسكادنا اسمعنا قونيان طيب متى الفقير ثوب قفك فقير كوا مرو تقفك مرمها معنو اسمع قبنيان تبا نساسين مبتدي خبر اسواحين والله يريو خلقه بيت بميشتة لغا كياني افرسو وحاكلو كميدا خمسة ألبس طفلك ثوب العلم المها يريد الشيء واحد هو يسام مرضا أقونت يوح برشدة ومرا معنوية وعلمك وقفك هو أسطرة شرفنا ويهيرا حماننا وكقريا عيبابنا وكددا سيدا مرادو تشيركي سوقرسو ألبس طفلك ثوب العلم المهيرا دا شيء واحد هو يسا مرادا إيو مارت أسطرات علمكي أقون ميو خشف ميا قفك أقون تلي ميلاها فقارياش إيو ميلاها باهيديس إيو حول بمراد كيسا كعمي يسو بيكيدرك يقفك دو أقون يشو dabaan karaama iyo sharaf mid aad u xuskeel aanay goob xun oo dhana oo iska dhowray qof aqoon yeeshay weeyaan wada astoriba lagu leeyahay dad wax bartay ilmihi marka albasaba ayaduna kamida albasa waxa kamid tahay afcaasha labada mafcuul qaata labada mafcuulna aanay ahayn asalkii hore mutadii hore ma ahayn sita waxa albasatil ummu hooyadi waxay huwisay tiflaha ilmiheedi waxay u galisay xidaan bay u galisay kaba u xidhay ولماذا هو حرشون طفلة ومفعول كي هوري حذاء ومفعول كي لبض سبعة سلو الله إلهي ويديستا علما أقوان نافعا واحتر لي أو إفي آخر بايدنا فعاد إلهي ويديستا يعني سهلة وحي كمتا فعاشا لبض قالتها سلو الله إلهي ويديستا علما نافعا سلو الله ومفعول كي هوري فعل كو ووغا علما وحويين مفعول كي لبض نافعا دوا نعت علمي قولي هاي ثمانية سلو اي ويدي الله الهي ونبول لي انيكا الوسيله ان ان غارو درجه لا وسيله ودرجه قيمه بدن او نبغوري يعني هلكاسن رجينيا الهي يصبري ان الهي او غوليه يعني سلو اي ويدي الله الهي لي انيكا او يصبري انو يسيو الوسيله مركا هو فاعلك الله هو مفعولك هره لينا واجار مشروك تعلق سلو الوسيله هو مخي ومفعولك لباد مركا لو مفعول بيسا على قادنيسا لواس مفعولنا متديو يسمع أهم مالكت هي يسمع هاين خبر تسعة من منع قفك ديدة فضل ماين بيه استجا كسو هاريو أو آن أو بحنا يدك وديدة أو منعها هي قوبها أرادو دوك تران بيه آن أو بحنا أو كم مارمي أو كلين
ama daaq waa imid dadkan seeraha oo kale celinaya ka soo qaad seerahaasina aan kulka u baahnayn haduu umadda ka hor joogsado biyo aan isaga kulka baahi u hayn oo dadku u baahan yihiin ama baad oo maaratay daaqii xooluhu daaqayeen oo aan kulka u baahnayn manacahu allahu ilaahay baa isna u diida fadlahu dheeraadkiisa deeqdiisa yowmal maalinta qiyaamaha waa arrin aad u adag marka manacahu manaca loo mafcuul bay qaadataa mid waxa weeye manacahu waa hadaasi allahuna waa faacilkii fadlana waa mafcuulkii labaad yowmana waa daraf zamaan oo waqtigii ay waxani dhacayeena daraf maxaa loo yaqaanaa asalba daraf waxaa la yidhahdaa xilli ay shaqa dhacday unbaa daraf la yidhaha ama meeshay ka dhacday unbaa daraf un la odhan karaa meel waqti aan waxba la qaban daraf lama yidhaha waa xilli wax la qabto oy wax dhacaan imika maxaa dhacaya maalinta qiyaama waxaa dhacaya inuu ilaahay uu fadligiisa aanu deeqdiisa siinin qofkan isagu diidi jiray deeqda biyaha iyo biyaha iyo baadka ah cashara waa ka tobnaada manaca aldaalimu wuxuu u diiday kii gardaranaha ahaa almiskiina oo uu ka duudsiyay kii taagta daraa xaqa uu xaqiisi buu u diiday oo uu xoog ugu diiday marka manaca waa faacil waa ficilkii aldaalimu waa faacilkii almiskiina waa mafcuulka hore xaqahu waa mafcuulka labaad ficilka manaca la yidhaahdaa laba mafcuul buu qaataa labada mafcuulna ma aha asalkoodu mutadiya khabar waana isqabanayn imika haddaynaa mutadiya khabar ka dhiga macnihii baa qaldamaya hadii lala almiskiinu miskiinku xaquhu ama lala almiskiinu xaqun miskiinku waa xaq xaqa iyo miskiinku waa qof xaquna waa shay dhab ah oo macnawi ah marka qofku xaq ma noqon karo xaq iyo baadil baa iska soo horjeeda marka dabeedna macnahan laga dhigi karin labada la doonaya mafcuul ma noqonayaan waxaan ujeedaa mutadiya khabar ma noqonayaan waxaa kaloo ka mid a ficilka lala manaxa waa koobiy tobnaad manaxa wuxuu siiyey almudiiru maamulihii almutafawiqa ninkii u sareeyey ardayda ama qofkii u sareeyey jaa'izatan abaalmarin buu siiyey abaalgud ayuu siiyey oo aqoontiisa sarayntaasi ku siiyey marka manaxa waa ficil maadi almudiiru waa faacilka almutafawiqa waa mafcuulka hore jaa'izatan waa mafcuulka labaad mafcuulka hore ka labaad waxaa lagu kala gartaaba inuu nidhi kaca macnihiisu faacilka yahay baa mafcuulka hore ah kalema mafcuulka dambe imika marka la leeyahay yaa jaa'izada qaadanaya mutafawiqaa qaadanaya marka labadooda la isu eego dabeedna kaasaa mafcuulka hore la yidhaahdo itnaa cashar manaxtu akhii waxaan siiyey walaalkay ardan dhul baan siiyey waa ficilkii kolkii hore ismi daahiraba u ahaa faacil wax kale kuma kala duwana imikana damiir mutasila faacilu ah waa manaxtu waa ficil iyo faacil akhii waa mafcuulkii hore ardan waa mafcuulkii labaad weeyaan talataa cashar wacallama allahu aadama alasmaa kullaha ilahay nebi aadam wuxuu baray magacyada caalamka oo dhan wacallama ilahay wuxuu baray aadama waa mafcuulkii hore alasmaa waa mafcuulkii labaad kullahana waa towkiid mafcuulku leeyahay haaduna waa mudaafu ileyh arbacataa cashar wacallamnaahu min ladunna cilman xaggeega aqoon baanu ka barnay baa ilahay leeyahy callamnaahu yacni callamna waa ficil iyo faacil haaduna waa faacil mafcuulkii hore min ladunna waa jaari mujrur ku tacalluqaya callamna cilmana waa mafcuulkii labaad afcaashaas waxay qaataan laba mafcuul oon asalkoodu mubtada iyo khabar ahayn asharxu haddaba faallayn iyo falanqayn iyo in lasii caddeeyo laaxid u fiirso alamilata saabiqata bal eeg oo isha saar afcaasha hore tajid waxaad heli oo aada ogaan ana kulla ficlin ficil kasta oo fiihaa ku jira afcaasha aan soo marnay tacaddaa wuxuu u gudbay markuu faacilka qaatay ilaa mafcuulayn laba mafcuul buu u gudbay oo u tallaabay faacilkii buu ka tallaabsaday dabeedna laba mafcuul buu qaatay laysa ma aha asluhumaa labadaa ficil asalkoodi isirkooda hore mu ahaan jirin almubtada waalkhabara mu ahayn ee laba eray oo mid walba halkiisa laga soo qaaday unbay ahaayeen fainahu haddaba arrinku waxa weeye waxaa imika halka wuxuu ka tilmaamayaa sidaan u noqon karin laba mafcuul fainahu arrintu waxa weeye ayishaan laa yajuusu ma banaana an taqula inaad tidhaahdo alfaqiiru qofka faqiirkii sababu waa maro dee maro ma noqon karo aad oo fiirso oo wakii walaalkii ardun waa dhul walaalkaa dhul ma noqon karo laiskagama khabri kara buu ku leeyahy oo mudiya khabar laiskama dhigi karo macnahooda aan isqabanaynin awlmiskiinu xaquhu miskiinkana waa xaqiisii lama odhan karo wahaakadaa saa u wado midina labada kuwa labada ee isdaba socda midina laba ma noqon karaan mafcuuliyo mubtadiya khabar isuma noqon karaan laba isu noqonaya labadaa mafcuul haddaynu mubtadiya khabar ka dhagaysnaahno isumaba noqon karaan macnahaabaan isqabanayn
القاعدة يمكن قاعدة كسوق كوي إن هذا بقى واحد ألف عالو في علا التي في علا تنصب كربا مفعول لا مفعول كربا وحوي لبدا مفعول ليس أصلهما أصل كود وأن وهين المتداول والمتداول خبر أصل كوان وهين كوا كربا هي يد وحوي هذا الكاغوص عنيا سيس وحرم وعنك ألف عالو في علا التي في علا تنصب كربا مفعولين لا مفعول لبدا مفعول ليس أن وهين أصلهما أصل كود هري المتداول خبر متدي خبر أنو هانشرين هي يد واحد هاي هل قصدت تاجسة معايتها ولا بتناك وقصي حرن أعطاه ويوسي وكساوه وي وأربصه وأحري ومنعه وديدي ومنحه وسي وعلمه وبري أنت أسبوع كم يدهين فعل الله مفعول قاطع ولا بدأ مفعول أصل كودي أصل كودو متدي خبر أنو هانشرين تدريب ثاني تدريب واحد كنا والله ليس ككوبات اللي نجوا يديني قاعدة دا عن قواعد كان صومر هبل اللي نجوا يديني عين عدى أو مقعو الأفعال المتعدية أفعاش أجدبت لا مفعول يوم مفعوليها لبدي دي مفعول بقى في الجمل التالية إيه كتير جملوين كهل كان صوص على طبان كأ فعل كهل كأ كقر وكأ فعله هذا المفعول الأول هل كأ كقر المفعول الثاني هل كان كقر وما هي مركا جملوين كنوا قوان قال وحي ربنا وحي الهين الذي أعطى كل شيء خلقه الله سي الشيء والبأبور كيس ثم هداه نونيبا يلي أغد أعطى فعلك هو وإله أبو نقنية كل ومفعولك كوبات شيء ومدافله خلقه خلق ومفعولك لبات هذا ومدافله وحركة كوريسة أعطى وحركة كوريسة كل نحركة كوريسة خلق نحركة كوريسة ترى حتى وليه مدافله كرمته ومفعولك كوريسة لا يضحي وما علمناه الشعر وما ينبغي له ما نامبرين قبي قبي إلهي ومنها بورين وقبي النبي عليه الصلاة والسلام واتهي علمنا وفعل يفعلك هذا هو مفعولك هوري الشعرنا ومفعولك لبعض ما حين مركا قرينا علم هل كاسدك قريسا وفعلك ويان هذا الهاو بهل كاسدك قريسا ومفعولك هوري الشعر هل كاسدك قريسا ومفعولك لبعض ثلاثك صوت وحن هوي الضعيفك تمرت الدرناء يتلع سنة يبهيدو هايزي ثوبا مر هل كاسدك وفعل يفعل كسابك قريسا مركا فعلك قار قريسا الضعيف أنا واحد قريسة مفعول كهرة ثوبنا ومفعول كلامات حتى ثوب مفعول كأضيع حتى يستوى مران مورن كثير ثوب ومفعول كهرة ونصوت المامنة مرة ذي قاضي نك ضعيف كه كاساب مفعول كهرة ليه هذا أربعة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر بور فرعون سقام موسى قال له وكيد كونا سحر ولا ها السحر كبايدن بري علمكم علم وفعل كماضي فعلك هو أو نغني موسى كم ومفعولك هراء السحر ومفعولك لبعض مركز تقول السحر قريسة علم بعض الكلام قريسة فعلك كم نوحد قريسة هلك مفعولك هراء السحر ومفعولك لبعض خمسة منعني التفكير في القضية النوم منعني وحي جديد التفكير فكر كان كيف فكر في القضية أرنتي أرنتي فكر كي إذا قلنا شيء كيف فكري النوم هردي بويديدي يعني أرنتي حالي كمان سياحن ويا فنقص سياحن ويا مركا منعني منع وفعلك ماضي نون تنوى نون الوقاية يادن هو مفعولك هراء التفكير هو فاعلك وكهرده كوديدي في القضية تواجهر مجر منعك تعلقية النوم هو مفعولك اللبات وحدو قريسة مركا قريسة منع وفعلك قريسة اليون هو مفعولك هراء النوم هو مفعولك اللبات ساسا دو قريسة جدولك ستة ألبسه الله ثوب الوقار إلهي بهوي مرأ وينان يحيبت إله هو يعني هو هيبد قفه هذه لهي سيده ونعمه هو وين ما كبتها واسده مرض او كلي او شرف يا كرامه قف او يشو وينانتا يا هيبد يا مدنان قف الى هي دي وسيو مركا ايق البصا وفعلك ما دي هذا مفعولك هو الله هو فاعلك فهو مفعولك لبعض الله وقاري ومضاف اليه مركا تقوليس واحد انسى البصا فعلك تقوليس الهاون واحد تقوليس مفعولك هو فهو مفعولك لبعض تقوليس سبعه كساك الله الله كهويه ثوب العافية مرض عافماتك مرض عافماتك هو يحمي عنه هيدو إلهي عافماتك وسيو محامر الله عبر يا مركا الله عبر يا الله فايدة بو إلي هذا مرض تلك ودن بيقاده عافمات تلك ودن بيقاده تلك نو إلا سيم تاكما تكتو عافمات تلك الله كسيو وكو لما يشير كودن كوريا كلبا أيه دانو غنيس مركا هذا با مرض عافماتك باليدي كسابة لك كوريسا والك فعلك كافك ومفعولك هو الكاف حق قصدك قوليسا
صوبنا وانفعول راحة عندما تكون قريسا. وعقلوا كم إذا أعطاه الله حكمة حكمة إلى هاي وحسية حكمة بولا هيسي حكمة ومرتي وهذا الكوبان ومعنى بلارن له هذا أعطى وفعل كات قريسا هذا ومفعول كهوري الله هو فاعلك حكمتنا ومفعولك لبعض مركز قريسو وعد كتريسا ومفعلك أعطى وحنا سوا فعلك الها هو مفعولك هوري حكمتنا ومفعولك لبعض ونسا مركز تشدر كن قليلسو تسعى سلوا الله العفو والعافية سلوا الله إلهي ويديستا بري إلهي العفو إن يدين دافد ذنوبتا والعافية تين إلهي دن عافية عافية محال إله دا عافية هو كل مكروه وحن أو نمبا أو إلهي كاحي تشابه الدنيا أخربا إلهي وحن ويديسينا عافية عافية وبرينا في الدنيا والآخرة لا بضبط ما كان يمكن قوليسو السهل هل كان ساتكو قوليسا العفو ومفعول كوري ما عفو الله ومفعول كوري سلوا الله ومفعول كوري العفو أنا ومفعول كلابات والعافية ويكون عفن تيده مفعول كلابات والعفون وهذا خطبنا ده منع الطبيب منع عليه منع عود يا طبيب المريض على الكلام وحودي ده نكي دخترها قف كي بكين وهضله وحود هذا الكيس كده عافي ما ضحن أي هذا الكلوجة وشي منع عودي ده الطبيب ودخترك المريض قف كي بكين الكلام إنه هضله إلى أنت عافي ما ده يعني مركا منع وفعلك الطبيب وفعلك المريض مفعولك الكلام مفعولك إلا بادوي مركب بحر في تشوي كمركب تقلني سمع منع بعض الكفعل كقريسة هذا المريض واحد كقريسة مفعول كوري ميشيسة الكلام راح كقريسة مفعول كلامات ميشيسة تدريب ثاني استغلال كلامات استعمل أدوة أديك سهل طبعا ألف على فعل هذا التالية أساس عطا متعدية تريد وجود بس أدوة سماء لمفعولين لا مفعول في جمل ولا واحد قدر تجملين من شايك أدوة أضعرسه هذا مركب إما كفعل هذا محيك ليهين وتطبط فعل أعطى وسي كساوه هو ألبس هو لبا معنا ويسكنوا يهين منع وديدي منع حوسي وأبود داقي وداق منح يعني منح وداق ده وأبود داقي سأل ودي إيوه علمه وبري واحد كوا أبوك تبلوين على الله هاي يقول له مفعول وتكن تنوى قصة إبراهيم عليه السلام لإبراهيم قصة دي سويا ولد إبراهيم إبراهيم وح كل شيء ونشأ وكبري وترعرع أو كبر باري بين قوم ضد بقول حبر باري النبي إبراهيم عليه السلام يعبدون الأصنام ضد كسوة أصنام تعبده وضد كوكر شيء سق ولما كبر مركو وينادي أخذ آتاه الله إلهي باسيي الرشد هنون والحكمة تمرتي هي أقون هي علمي علمي قال الله استعمال أنت بدن هنون هي إيمان هي علمي بقى إلهي سقود داري حاجة لا لقيسي وأداه إلهي بقى كهنوني إلى الحق حقي يسيد التوصنيت بقى إلهي كهنوني فعرف الله فعرف غوحو برطي وقادي أن الله واحد إن إلهي كل دي يحيل أيوه برطي قد خلق الكون إنه أدونك أبوري كله دمانتي أيوه وقادو إلهي ببري وأدرك وحك له وقادي أن الأصنام إنسان ميضة التي يعبدها سنميضة عابوديان قومه تلكي لا تفيد إن الوح فائدة لهم بو أغادي فهي إيادوا سنميضة حجارة ودقحان خرصاء أفلاء أو آموسان أفلاء وأفلاء قموران تاي وحال لغة خرصاء لا تتكلم ما هدشو وعمياء وإن دلائي دقحان تن لقري يقفك اللوء كيسي لا ترى وحما أرقته سلسل نبو أغادي وصماء ويدك الله دهي لقى حانتا لقري أسنم كاهي لا تسمع وحوام مقشو فكيف يعبدها سيدو عبد كرا سؤال هذي سويديو أغادي لقى حاسي لقري قفك لقى اللوء كيسي إله اللغو الشيغي ما هدلو أو مهقمو أو وحما أرقو أو وحما مقلو محال لقو عبد مركا أي سويدي وأما إبراه عليه السلام هو يملك إساقو هدبو وحو ليه هاي إبراهيم وحو إساقو ليه هاي وإلهيسي العالق قرات بإلهيسي أسنامتو قرات ملي والبصر أرق بإلهيسي أسنامتو حما أركان والسمع إلهي مقلبوسي أسنامتو حما مقلان واللسان عرب بإلهيسي وحالي كرا عرب إيه هذا الملي أسنامتو فهي هدب إيدو أسنامتي لا تملكو شيئا شيء قرى ما هي ستوحى إلهي إبراهيم سي مرقى إبراهيم وحو إسوه دي حاتكو عابدي سنم كان انت صون نعماء وهذه إلهي كسيه سك إلهي من موسين
واختاره الله إلهي ودورت النبي إبراهيم ما هو دورتي لنشر الدين الصحيح إنه دين تصحر آية إسلام كفديو وديو كباهيو وجعله إلهي وكان لقى النبي إبراهيم رسولا إرجع إلهي صادري ويدعو أباغة قومه تلكي يدوتك كل السيبة أباغة أباغة ويهديهم كهانون يكوهجة كنهجاتية إلى الله حق إلهي إلا يقول إلهي ما يبرنني أصنام بعبودي يني وحكول والواحد يشان أصنام تاني إلهي بيدي كلهم إلهي بان يبره يا إسراع أي أقباقي كل كاسي الدعوة لله إلهي بوكو باقي دبا نحق يستوددك الدعوة وحقوه يلددك إلى الله حق إلهي لعبوده إن الله يعبدان ها هو أفرس ها هو ومحي ها وها تنبيه هوي ويان هو إساقو إبراهيم وي وانا إبراهيم وا إبراهيم يذهب وحقوه ورقاقي ورقاقي إبراهيم ليبلغ إنو قارسيو ويبين أو عدهيو للناس تدك إنو قارسيو ونعدهيو أن الله وحده إنو لهي كليدي هاي أن الله إن الله وحده كليدي هو الرب إنو الله يهي إنو أشيغ ومضيب كل قاقي وقت إله إساقو أحبري وهو الإله كلا عابدو الإله وكلا عابدو إنه يهي كلا عابدو يا حق عبادة أوله إنه عديو ورقاقي وهو إلهي إنه يهي الذي يجب أي واجب تهي أن يعبد إن لعابدو وحده كليدي إنه صدا ومضى عديو وأنببحي وحقلو كلا قاقو ومضى عديو وأن تترك إن لغتقو ولغت نقاقو فرها لغتقاضو محي عبادة الأصنام إن أصنام تلا عابدو كل هذا ما انتهت بإن لغتقوه وايبوري لأنها يدو أصنامته لا تملكه مهيسو نفعا وحتر ملي ولا ضرا لابن ملي يدف مدنا محاله عابدون دعوة لأبيه أبيه وضبنا وباقي حنو كويري ذهب ووتك إبراهيم إبراهيم إلى أبيه ووتك وحدثه ووحه كله حضلي بكلام جميل هذا الآن هو أنا أكسن بو أبيه كله حضلي وقال ووحه كل هذا الكيس كم دها له أبيه يا أبتي آبوي إن أنا أنوغو أرت ابنك إنن كاجبان هيبور، وقد جعلني وحي قد جاي ربي الله هاي رسولا إرجع الدنيا الله صادر الدين تحقق له صديق بان هاي، وأعطاني له وحيسي من العلم أقوانته والمعرفة برشلا هي برشلا شيئا كثيرا وحوي بان له إفري، ومن الله إيجيمد وارد دوقي باشربو، وهذه الأصنام أصنام تنا إنه عابد إن أنا لا تفيدنا وحبا إنه ما ترسو لا تفيدنا. وح أي نوع تريسا مشرت أبو أصنام تاني هو علم إلهي إفري وأن سوء جاري وحق الله يجيمد ويان وهذا إنه ما تبرسه ومن عبدها قفك عبودانا فإنما يعبد الشيطان شيطان بأب عبودية أيوري أصنام تاني وسينتهي وح جارسين دونا أو كجب جبون دونا به قفك عسي عبود الشيطان كا wuxuu la tagi doonaa al-amru arintaas waxay la tagi doontaa oo ugu dambeynta ay ku tuuri doontaa ila al-adab shadid adabada qofka dabada haya sanamka uu caabudayo aakhirka waxay ku dambeysiin doontaa geeyisiin doontaa adab inuu gal adag wal iqaab al-alim ya'ad dibaad xanuun badan iqaab xanuun badan yowmal qiyaamati maalinta qiyaama farji' kanqo ya abati aboy عن هذه الأوثان أصنام تا عبادة كنقو ولا تعبدها عابد إلا الله إله ما يعدك لها عابد رب العالمين عالمين تأليه الربك أهام ويعدك لها عابد دايي چرين سداسان كله حيبوري تلمان تا وانا أكسن بسي إساقنا جوابتزو نارك دونا والله أعلم بسواب الله توفيق